اف ديال اكس كتساوي واحد على اكس. هاد الدالة دراماتيكية واحد شوية، الا رسمناها غتكون دايرة بحال هكا. شناهي الليميت ديال اف لي اكس من اكس تتقرب للزيرو؟ الا شفتوا الفيديو اللي فات فتيخصنا في العادة نشوفوا الليميت ديال اف لي اكس من اكس تتقرب للزيرو على اليمين وعلى اليسار، عاد نقدر نجاوب على السؤال اللي طرحت. نجربوا الليميت من اكس تتقرب للزيرو على اليمين. في الجراف ديال الدالة غنشوفوا في جهة اليمين ديال الزيرو، الزيرو ديال لي اكس ها هو هنايا، يعني حنا غنخدموه هنا على اليمين. منين اكس تتقرب للزيرو ديال الداله على اليمين، الداله عندي تتبقى غادا وتطلع للفوق، يعني الصور ديال الاعداد اللي على اليمين ديال الزيرو قراب ليها بالداله اف غيكونوا كبار بزاف. والسؤال هنايا هو شحال غيكونوا كبار كاع؟ نرسموا الطابلو ديالنا ونعطوا شي قيم قراب للزيرو من اليمين. الا كانت اكس كتساوي 0.1 فاف ديال 0.1 غيساوي ليا 1 على 0.1 اللي هي 10. الا كانت اكس كتساوي 0.001 اف ديال 0.001 غتساوي ليا 1000. نزيدو نقربو شويه للزيرو اكثر. الا كانت اكس كتساوي 0.5 اف ديال هاد العدد غتكون كتساوي ليا مليون. نزيدو نقربو للزيرو اكثر. الا كانت اكس كتساوي 0.8 اف ديال هاد العدد غتكون كتساوي ليا مليار. لاحظتوا ولا مازال ما حدنا تنزيدو نقربو للزيرو على اليمين، ما حد الصور ديال هاد الاعداد اللي قريبه للزيرو تتكون كبيره بزاف. والسؤال الثاني هو تلاش كاع نقدروا نوصلوا؟ كيف ما قلنا في الليميت حنا تنبقاو نقربوا للعدد ولكن ما تنوصلوش ليه، يعني غنبقاو نقربوا للزيرو حتى تسخف ولكن بلا ما نوصلوا ليه. وقت ما قربتي للزيرو اكثر وقت ما خرج لك واحد العدد اللي كبير بواحد الشكل اللي ما تتخيلش. والسؤال الثالث هو امتى غنحبسوا؟ وهذا سؤال زوين. لحقاش الا بقيتي غادي بهذا الطابلو ما عمرك غتحبس، لحقاش تقدر تزيد لجهه الزيرو الى يوم القيامه وما عمرك ما غتوصل ليه، وبالتالي الاعداد غيبقاو يكبروا الى يوم القيامه ثاني وما عمرك غتوصل لشي حد معين. وهنايا غتجي لحظه الحقيقه. الليميت ديال اف لي اكس منين اكس تتقرب للزيرو من جهه اليمين غتكون هي ما لا نهايه، يعني بدون حد ما تيساليوش. وهاد ما لا نهايه عندي موجبه، لحقاش دوك الاعداد اللي تيكبروا عندي موجبين طالعين للفوق وماشي نازلين لتحت. الا مشيتي بنفس المبدا ودرتي الليميت ديال اف لي اكس منين اكس تتقرب للزيرو من جهه اليسار غتلقى النتيجه هي ما لا نهايه ثاني، ولكن هاد ما لا نهايه سالبه، يعني دوك الاعداد الكبار اللي ما تيساليوش عندي سالبين نازلين لتحت وماشي طالعين للفوق. فهاد المثال عندي النهاية على اليمين ديال الزيرو تتساوي زائد ما لا نهاية، والنهاية على اليسار الزيرو تتساوي ناقص ما لا نهاية، يعني ما تيتساواوش. وبالتالي في النهاية ديال اف لي اكس منين اكس تتقرب للزيرو من جوية بجوج غير موجودة، نيكزيستو با. ناخدو مثال اخر، جي لي اكس كتساوي 1 على اكس اوكاري. الجراف ديال هاد الدالة غيكون بحال هكا. لاحظوا مزيان وغيبان لكم ان النهايه على اليمين وعلى اليسار ديال الزيرو بجوج تيساويو زائد ما لا نهايه، يعني الداله في القناه بجوج ديال الزيرو طالعين للفوق. وبالتالي هنا نقدر نقول ان النهايه ديال جد اكس منين اكس تتقرب للزيرو من جويه بجوج تتساوي زائد ما لا نهايه. فهاد الامثله بجوج اللي عطيتكم نقدروا نخرجوا بواحد الكونسيبت جديد. في المثال الاول منين اكس تتقرب للزيرو من جويه بجوج فاف لي اكس تتقرب لهذا المستقيم اكس كتساوي زيرو اللي تيصاد في محور الاراتب في هذه الحاله ولكن ما تتوصلش ليه. في هذه الحاله هذا المستقيم تنسميوه مقارب عمودي اسامبتوت فيرتيكال للداله اف في النقطه زيرو. وفي المثال الثاني نفس الشيء، منين اكس تتقرب للزيرو من جويه بجوج فجد اكس تتقرب للمستقيم اكس كيساوي زيرو ولكن ما تتوصلش ليه، فهاد المستقيم حتى هو مقارب عمودي للداله الجي في النقطه زيرو. ونقدروا نخرجوا بهذه القاعده اللي نقدروا نطبقوها على اي داله كيف ما كانت. الداله اف عندها مقارب عمودي في النقطه اكس كتساوي ا، يعني انه عندي على الاقل وحده من هاد النتائج بثلاثه، اما الليميت ديال اف لي اكس منين اكس تتقرب للعدد ا على اليمين كتساوي زائد او ناقص ما لا نهايه، او الليميت ديال اف لي اكس منين اكس تتقرب للعدد ا على اليسار كتساوي زائد او ناقص ما لا نهايه، او عموما الليميت ديال اف لي اكس منين اكس تتقرب للعدد ا كتساوي زائد او ناقص ما لا نهايه. دابا كاينين شي حالات اللي الليميت ديالهم على اليمين وعلى اليسار تتكون غير موجوده. ناخذ مثال ديال الداله اش لي اكس كتساوي سين 1 على اكس. الجراف ديال الداله كي غيكون داير؟ اجي نشوفوا القيم الموجبه ديالها بعدا. بما ان الداله سين لي اكس تتنعدم، يعني تتساوي زيرو منين اكس كيساوي بي 2 بي 3 بي الى اخره، فالداله سين 1 على اكس غتنعدم منين اكس غيساوي 1 على بي 1 على 2 بي 1 على 3 بي الى اخره، يعني غير قلبناهم درنا لانفيرس. هاد القيم هما فين تتقاطع الداله مع محور الافاصيل، المحور ديال اكس الافقي. الى جينا نرسموا هاد القيم على محور الافاصيل غيكونوا دايرين بحال هكا.
الا لاحظتي هاد القيم غاديين وتيتجمعوا حدا بعضياتهم ما حدك تتقرب للزيرو. دابا السين ديال اكس ما بين كل تقاطع ديالها مع المحور الافقي ديال اكس تتلقاها يا اما تطلع لواحد او تتنزل ناقص واحد. دونك حتى السين ديال واحد على اكس غدير نفس الحاجه والداله غتكون دايره بحال هكا. دونك شنو هي الليميت ديال السين ديال واحد على اكس منين اكس تقرب للزيرو على اليمين؟ هاد الجراف الا شفتيه مخربق بجد من جهه الزيرو، لحقاش تيتارجح ما بين ناقص واحد وواحد بالزربه وما لا نهايه المرات منين الداله تتقرب للزيرو على اليمين، وبالتالي ما كايناش واحد القيمه محدده تتقرب ليها السين ديال واحد على اكس منين اكس تتقرب للزيرو على اليمين، لحقاش ما عارفينش فين بالضبط غتكون، وبالتالي تنقولوا ان الليميت ديال السين واحد على اكس منين اكس تتقرب للزيرو على اليمين غير موجوده. ونفس الحاجة نقدروا نقولوها على الليميت ديال السين واحد على اكس منين اكس تتقرب للزيرو على اليسار.